كنحس بالشعور يعني ان شاء الله غادي يغيثنا الله سبحانه وتعالى بلا شك، لان الله طبعا الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان. وحنا الله سبحانه وتعالى احنا طلبناه، والله سبحانه وتعالى لا يخيب املا، لا يخيب املا كما جاء في القران الكريم. ونسال الله سبحانه وتعالى ان يغيثنا غيثا نافعا وألا يجعلنا من القانتين. كنحسوا بأن ربي غادي يرحمنا والهلا يحافينا، والله ربي يشوف فينا من بزاف تاع الحوايج، من الغلاء ومن المعيشة، ورحنا مقهورين بزاف. ولا إله إلا الله محمد رسول الله، هادشي اللي غنقول لك أوليدي، ما عندنا ما نقولوا، رحنا مضرورين لأقصى درجة بأن ربي يرحمنا. أنا ميت ليا الراجل، شد أنا حق الله وجيت نطلب الله باش ربي يستجب لنا الدعاء، باش ربي يرحمنا ويشوف من حالنا. نطلبوا من الله، الله يجيبها على قد النفع، الله يجيب لينا الشتاء، محتاجينها، كل شيء محتاجه، الأرض، الشعب، الغلا، كاع هادشي اللي واقع، الله يجيب الشتاء، الله يجيب لينا الشتاء. معلوم مرتاحين، حنا سمينا الريحة ديالها، كاينه واحد شوية البرد سمينا الريحة، الله يجيبها على قد النفع، الله يجيبها على قد النفع. الله يرحم لها بشي سوا. اللهم اسق عبادك، اسق بهيماتك، وبحي بلدنا الميتين، وارجو رحمتك. الله يا ربي يسقينا غيثا نافعا، كنحس بلا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله وحده لا شريك له. كي سمعت في الاخبار جيت كما جاوا الناس، وحسيت بواحد الشعور زوين، لان هاد الناس كاع اللي جاوا ربي غادي يستجب لهم، ونتمنوا الخير وان شاء الله يكون الخير. شعور ان شاء الله شعور فرح، وشعور يعني نتمنى من الله سبحانه وتعالى ان تكون صلاه الاستسقاء تدخل علينا بالخير والبركات والرحمه ان شاء الله تعالى. هذه المناسبه هذه الوليدات نطلبوا من الله اللي جاوا صلاه الاستسقاء يكون سبب فرج بشيء رحمه والمغفره ان شاء الله تعالى. نطلبوا الله الله يرحمنا، يجعل ربي يجعل لنا فهمتوا. والله تقبلنا وجريتنا، والله الله يرحمنا عليه غيرنا يا ربي، غيرنا يا ربي برحمة الكبيرة وسعها يا ربي، الله يبارك فيك وسعها، يستجاب يستجاب الدعاء لأمها كلها اللي جاي قرقنا وزاد الوجب ديالها، برحمة بني ربي هذا الشيء اللي كنطلب الله تبارك وتعالى يغيثنا ويرحمنا، لأن الناس البلاد واجب عليه الطلب هذا لا بد منه، علاش؟ لأن الفلاحة والأبناء والبهايم وكذا وكذا لحق على الماء، وحنا برسنا لذلك اقتربنا الماء في الليل، ما كاينش معنا الماء في الليل، كاين الله يعطيونا الماء في الصباح صافي، وبالنهار هو هذاك. ونطلب الله تبارك وتعالى أن يرحمنا يا ربي، إنك على كل شيء قدير. نطلب الله تبارك وتعالى أن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء، اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت، وكما أطلب من الله العلي القدير أن ينصر مولانا أمير المؤمنين محمد السادس، وأن يحفظه في ولي عهده الأمير مولاي الحسن وصنوه الأمير مولاي الرشيد، وأن يحفظ كافة المسلمين أجمعين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانتين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانتين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانتين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.